ترمي الفلوس كده. شكرا افوكاتو نعمه. انا اخر مره سمعت كلمه افوكاتو دي كان ايام حسن سباني. بص يا احمد، انت حطيت كده انا وساره اتجوزنا. انت ده مش موضوعنا. وبعدين ده مش موضوعنا. ماشي يا متر. يلا يا ساره. انا ده المرافعه لما راحت قدام يابا قالت له مد ايدك ونقي اي محامي تعوزه. عشان ايا كان مكان قسما بالله لا رزع لك في حيطان المحكمه. لا 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 بس لبني. لبني؟ لبس لي لبني وانا اللي قلت اجي الاقي لابس اسود عليا؟ ارفع واحده الثانيه هتهني قبل وهيبدا يرفع وتبدا تساعديه. طب ماشي مش عايزه اقع على انت صح. الحمد لله قلت لك محمد يا حبيبي اكشن. محمد رد عليا يا ابني، رد عليا يا غنايا. الشباكين مفتوحين. بص راح الثلاثي اصلا المسلسل عامل كده. احمد ماجد هو اللي هيقول اول واحد هو اللي هيسوقنا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. من بس قلت لو صبرت عليك اكتر من كده هتروح مني. يا ابن النيل هتقوم ضاحك وتقول لها اباهي بتاع خروجات الفلايك. يا ابن النيل ضايق كده وانت بتحط الخطه وبتساليني وانا بديك تقرير عامله زي الكتعه. هتفهميني هنا؟ تشرحي لي هنا؟ احمد صح؟ وجيت من هنا ومسكت الراجل ده كده. ما تعرفش انا مين يعني وممكن اعمل فيك ايه؟ هتعمل فيها تربة حقيقية. تربة حقيقية مش حقيقية. ديكور. لا مش ديكور. هو مفيش أي ديكور خالص في المسلسل. كله في مواقعه الحقيقية. كله من يعني 100%. فلما رحنا نصوره هو تربة يعني حاجة هو ده هي لوحدها من غير تصوير يعني مش قادرة مسألة مرعبة. هي تربة. وبعدين اللي بيحصل إن أنا المفروض بنزل تحت هو زاهر بينزل بيرمي السجادة وبيطلع يقفل. فانا قالوا لي في اوضه جوه استخبي فيها عشان ما عشان رجلي ما عشان رجلي ما تطبعش عشان ما ينفعش يبقى في حد دخل. وخبوني جوه وبعدين هو دخل حط السجاده وقفل. انا اول ما قفل جالي بانيك اتاك ان انا مقفول عليا. طب افرض مثلا افكار الدنيا بقى افكار الدنيا كلها بتيجي في اللحظه دي. محمد استغل الفرصه وما فتحش تاني. لا قلت مثلا حصلت مثلا كارثه بره اي كارثه طبيعيه فالناس كلها طلعت تجري ومحدش فتح لي نسيوني تحت مثلا. يعني في مليون الف حاجه. انا بيجي لي بانيك اتاك من الضلمه اصلا والاماكن الضيقه وده كان الاثنين في بعض. لا وتربه الاماكن الضيقه دي لو اوضه مقفول عليك انما دي تربه. مكان ضيق جدا ومقفول عليا وضلمه كحل. فجالي بانيك اتاك وبدات اول ما بنعيد بقى اول ما يجي اعرف ان هو هيطلع يقفل ابتدي اعيط.
انتوا عدتوه كذا مرة؟ يعني كل شوية تعيط وتصرخ انا مش هصور وتطلع اطلع مش قادره وانا الشمس هتطلع كمان شويه ومش عايز هو بدا يقول يلا 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 ادفني وخلصينا يلا أيوه. انا محتاجه اصور طب ايه طيب عايزه ايه يعني اجي اقف معاكي تحت قلت له هيفرق في ايه لا مش فارقه انا برده خايفه أيوه قلت لها هاخد مونيتور وانزل تحت تقول لي لا انا خايفه انا خايفه ايوه طب خايفه فهنعمل ايه يعني فايه الحل مش شايفه الحل ازاي انا بجد مش عارفه ايه الحل يعني بجد انا خايفه انا اول ما اتخيل ان هو يطلع يقفل عليا اخاف اما روحتوا البيت قلتوا لبعض ايه في ده لا ولا حاجة عادي طالما اتصور وطلع كويس خلاص يعني خلاص عادي عادي يعني عادي عادي قولي الحقيقة يا مي والله ما عنديش حاجة وانت ماشية في العربية كنت متضايقة وقعدت تقولي لي ساعتها متضايقة بس انت ما راعيتش هو انت ليه ما راعيتش مشاعري هو انا بتدلع انا عمري اتدلعت في الشغل اقول لها لا يا مي تقولي طيب انت 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 حاسس ان انا كنت بتدلع انا خايفه مش بتدلع انت لما نسمع الراجل انت انت لازم تحل لازم تحس بالممثل اكتر انت بتعامل الممثل انت لازم تفرق ما بين الفيجر والاليمنت انت بتعامل الفيجر على انه اليمنت انت الممثل ايوه الممثل انا اداه محمد الممثل عشان تنجح وكسر الدنيا تبهدلني انا الممثل ده مش كرسي على فكره الممثل ده بني ادم أيوة. لازم تاهله ان هو انا احب الحوالي يبقى حاسس يعني 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 انا فعلا كنت غصب عني انا بجد تربة خايفه ايوه مش عارفه اعمل ايه وبيقول لي يلا بقول له انا عايزه على فكره اصور وخلاص بس انا خايفه مش عارفه اعمل ايه طب انت ما كانش عندك اي حلول يعني في لا لان انا انا ما بتعاطفش مع الممثلين اطلاقا تمام انا بشوف ان شكرا يا استاذ يعني. اتعاطف معاهم ليه انا بشوف ان دي ناس بروفيشنال الناس دي واخده فلوس وجايه اعمل اللي بقولك عليه محجوزين فتره طويله جدا عشان انجز بيهم شغلي واخدين اوردرز بالشغل هو قالت أيوة. ادوات يعني وبعدين هو اسمه اوردر ولا ريكويست لا اوردر بالظبط من, أيوة من قديم الازل هو اوردر يعني اعمل ده يعمل ده الممثل يعني يرمي نفسك في النيل نرمي نفسنا في النيل لا ما هو ما هو انا مش معتوه ان انا هرميكم في النيل انت حطيتني في التربه بس ايوه ما التربه على فكره هي التربه حقيقيه بس ما فيهاش اموات بجد ليه ما كنت تحط لنا اموات بجد كتر خيرك ليه يا استاذ هي هي حقيقيه بس هي هي ما اتدفنش فيها لسه ما اتدفنش فيها ايوه ثانيه يا استاذ عمر فاضيه بس عاملين ثلاثه مكات اكنهم ناس مدفونه في الابيض وكل حاجه وحاطينهم كده جنبي في الاوضه ليه عشان لو الكاميرا يعني جابت انه فعلا في حد مدفون كان في ناس مدفونه ما هي فهو فاضي فانت مليته لها برضه ايوه شكلهم بقى بجد انا وانا نازل مع اني انا اللي طالبهم وشايفهم في الصور وبيبعتهم لي مهندس الديكور وكل حاجة وأنا نازل عشان أبص أنا ونزار شاكر مدير التصوير الكبير نزار شاكر أخويا وصديقي طبعا ورحلة نجاح مع بعض وأنا نازل والله العظيم يا أستاذ عمرو أول ما نزلت والبتوع محطوطين حاطينهم الديكور أنا اتقبضت أيوة أيوة طب أنت اتقبضت الست دي كانت تعمل إيه؟ أيوة بس أنا مش بمثل هي بتمثل ده دورها ده دورها تنزل أنا ماليش دعوة أنا هقعد بره أتحكم فيه هو في جزء في اللذة على فكرة في الإخراج في كده إن أنت بتتحكم في عباد الله ده في حد ذاته برضه ممتع وأنت أما لقيتي الجثتين دول جنبك عملت إيه؟ انا كانت مشكلتي اكبر من الجثتين كان عندي مشاكل كتير قوي انا كانت مشكلتي ان هم بيقفلوا عليا طب خلينا نطلع فاصل اعلامي ونرجع أوكي. تاني وعلشان نحتفل مع بقيه ابطال هذا العمل الجميل ونشوف ذكرياتهم معانا ويا ريت حضرتك يعني تطلعينا فاصل بواحده يا لهوي تناسب الجلسه بتاعتنا يا لهوي ايوه يا لهوي ايوه كمان واحدة عشان يبقوا ثلاثة يا لهوي أي شكرا